አምስተኛ መጨረሻችን እንዲያሳምርልን። ዛሬ ለፋነው ልፋት መጨረሻው ሲያምር ብቻ ነው ነገሩ ሁሉ የሚያምር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ترجو اللهم احسن عاقبتنا الله وي መጨረሻችን እናሳምረው في الامور كلها بنገሩ ሁሉ ላይ واجرنا طبقن من خزي الدنيا كدنيا وردت وعذاب الاخره كاخره ما سما ميسا طبقنا اني ازو هينم دعاء